السلام عليكم إخوان، كيف الأحوال؟ أنتم بخير على خير. كنظن بأننا كنستمتعوا واحد شوية بهادشي اللي كيدور بيناتنا، وربما كان إكسيتيو به بعض الناس، لا كيوريوزيتي ديال بعض الناس باش كتحاول تمشي تقلب وتشوف واش هادشي اللي كيداول واللي غيداول إن شاء الله وبحول الله، هل هو يعني معقول في نطاق المعقول او لا خارج عن نطاق المعقول. وقال لي في نطاق المعقول فممكن تصلح، ممكن يتسقل ثم يتقدم. فكالعادة هو اي حاجه عجبتنا كنمشيو ليها وكناخذوها. فإلى عجبتكم الدردشه فما تعلقوا ليها بشي كومونتير لي هو زويون او بشي كومونتير لي هو ممكن يدفعنا باش نقلبوا على شي حوايج اخرين ونصلحوا هاد الشيء هذا، او كاين بعض المواضيع اللي نجنبوها للمستمع ما عندهم يدير بها هي منها، وحتى في هذه المواضيع اللي هي من المستمع فإذا قدمناها لي بشي قالب اخر فممكن يقبلها. فالدردشه ديال هذا الصباح هذا بلا ما نطولوا، الدردشه ديال هذا الصباح هذا وهي كيف سنقضي على البندية وعلى المطورين، كيف سنقضي على البندية وعلى المطورين بواحد الطريقة اللي هي كنظن حضارية. فأول حاجة خاص تبنى الثقة، الاحترام. الثقة ما يمكنش نبقاو نذكروا عليها الثقة، حيت ما يمكنش تثق في شي حاجة اللي هي امبارفكت، ما يمكنش، حيت الخطأ وارد. إذن غنبنيو الإنسان المحترم في هذيك لاسوسيتي، الإنسان المحترم، وبالتالي غتعطينا الأسرة المحترمة، غتعطينا المجموعة المحترمة، ثم الحومة المحترمة، المدينة المحترمة، والمجتمع المحترم. وفي الوقت اللي كيكون المجتمع المحترم اللي كيضم غير الناس اللي هما كيتحترموا وكيعرفوا يحترموا وكيتعاملوا باحترام، فهنا ممكن يتطبق القانون، ممكن يتطبق القانون، لأن القانون هو مجموعة بنود متفق عليها. فهذوك الناس المحترمون إلا اتفقوا أو إذن أدوبتي هذاك الشيء اللي كاين فخصهم يحترموها، والناس اللي كيكونوا انكادري بار الاحترام بطبيعة الحال غيخضعوا لهذاك القانون هذاك، وبالتالي غنكونوا يعني قللنا من الخطأ، من ارتكاب الخطأ. اون مينيميزي لو ريسك ديرور بهذا التأطير هذا ديال الاحترام هذا. ففي الوقت اللي غنكونوا كنتعاملوا فيما بعضياتنا باحترام، فما أظن شي واحد غيتعدى على الآخر، أو شي واحد غيطلب رشوة من الآخر، أو شي واحد غينصب الآخر، أو شي واحد غيقول بالآخر. غنوليو سواسية مقادين، وكل واحد فينا راه عنده التاريخ ديالو، كل واحد فينا عنده التاريخ ديالو، ويصنع التاريخ ديالو كيف بغى في حدود الاحترام.
مش قلناش فيه الحرية، حرية العيش، حرية الحق في العيش، وله الصلاحية باش يصنع التاريخ ديالو كيف بغى في حدود الاحترام. يعني يحترم حرية الآخر، يحترم الحق في العيش للآخر، ويحترم ليبانويسمون ديال الآخر. هاد المجتمع هذا اللي كيكون انكادري بالاحترام فما كيكونش فيه الخوف. والخوف اخوان راه كنا ربما كنعرفوا المصائب ديالو، واللي ما عرفهاش يسول الاصدقاء ديالو، ما فيها باس. هذا لا فورماسيون المعرفه كنفرقوها بيناتنا، تو فينا ما كيعرف كل شيء. فالمجتمع اللي كيكون انكادري بالاحترام ما كيكونش فيه الخوف. وإلا كان مسدود هذاك الباب ديال الخوف، فكنفتحوا باب ديال الهارموني، باب ديال التمتع بالحياة، بالإكزيستانس. ممنوع الخوف إخوان، خصنا نطردوا الخوف. وباش نطردوا الخوف غادي نقلبوا على لي فاكتور اللي كيزرعوا الخوف. في حدود الاحترام غادي نسدوهم، غنقضيو اليوم في حدود الاحترام، غنقضيو اليوم. كنخاف باش نمشي للكوميسارية لان مثلا ما كيتعاملوش مزيان، فهذاك السيد هذاك اللي داخل ديك الكوميسارية خاصو يفهم بانه خاصو يتعامل باحترام مع هذاك المواطن اللي جا لعنده ما فهمش شي حوايج، جاي يسول، فما خصنيش نتعامل مع بواحد السلطوية اللي خارج الكادر ديال الاحترام. خصو شي يكون طريز اوتوريتير وسبان هنا وهنا وهنا، نو، باحترام. جا لعندك انت كتمثل سلطة او قانون او 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 او، فباحترام غتستقبلو باحترام وتشرح ليه على جا هو، لأن كون فهم ما يجيش لعندك. غادي نطردو إخوان مواطن، غادي نسدو هذوك المواطن اللي كيزرعوا لنا الخوف في المجتمع ديالنا. وشاك فور خصو يكون عندو ريكومبونس ديالو. راه ماشي شي واحد اللي غيجي يدير لنا هادشي هذا ويصلح لنا هادشي هذا، الا ما صلحناش حنايا. باردون. وإلا بغيتو الاستمرارية ديالنا تعيش في أمان وتكون من ضمن المجتمعات اللي هي راقية وبإمكانهم الحمد لله، عندنا شباب اللي ممكن يعطي مجتمع رائع، ولكن حنا هاد الناس اللي كبروا شوية يزودوهم. هما تالفين لأن كانوا كيظنوا في الراس ديالهم بأن قرا غادي تخدم، والقراية راه ماشي بالضرورة تخدمك. القراية ما هي إلا مفتاح، الورا سافوار، انت دير هذاك المفتاح هذاك ديك القفل باش تحلو، لا فاصون باش كتخشي القفل نتايا ممكن تهرسو، ممكن تعوجو، ممكن تربح تحل الباب. يعني اسافوار، تقرا باش تنمي، باش تكون عندك ان باجاج باش تافرونتي المستقبل ديالك. ماشي بالضرورة قرايتك خص الدولة تخدمك، خصنا نفهمو هاد المسألة هادي. الخريطة السياسية في البلاد تا هي تبدلات، الاقتصاد العالمي تبدل، لي بيليي ديال الاقتصاد العالمي اللي كانوا هما الصناعات وكانوا
تهويليه وصناعات، يعني تبدل هذاك الشيء. والانسان مع الاستمراريه ديالو هو غادي وكيقضي على فرص العمل، لان الاله ركبت معاه الركب، فهنا الاله بدات كتاخذ البلاصه ديالو، بدات كتاخذ البلاصه ديال جوج الناس، ثلاثه الناس، اربعه الناس، عشره الناس، عشرين واحد. وبالتالي هذوك الناس هذوك الا ما كانوا شويه يعني كيتمتعوا بالقدره ديال الاناليز ولا باسيونس، راه ما يمكنش يربحوا. علاش غادي تنوض؟ انا يا اخوان لست ضد هذوك الناس اللي كيمشيو بالدور البرلمان ويغوتوا ويديروا، انا مع هذوك الناس هذوك، معاهم مع هذوك الناس هذوك في واحد المساله، لان هذوك الناس اللي في قبه البرلمان البعض منهم والاكثريه منهم، ما نكروش وجود شرفاء، فالاكثريه منهم ما كيخدموش شيء، اكثريه منهم مشاو تما المصالح، اكثريه منهم ما عارفين ما يديروا، مشاو تما لان دفعتهم القدره باراكسيدون وصلوا تما. فانا مع هذوك الناس اللي كيمشيو يوقفوا دوك الشباب اللي قراو عندهم شواهد كيمشي تغوت تما. علاش؟ على بعض الاخوان تما اللي ما فاهمين والو وعاد ساطحوا مع هذاك الوقت ووصلوا لهذيك القبوه هذيك. انا معاهم وماشي معاهم انايا، لان ماشي على ان عندك كان ديبلوم انجينيور خص الدوله تخدمك، نو. يعني خصك تبدل الوقت. انا ماشي ضد هذوك الناس، انا مع طلبه اللي اجتهدوا وخدموا وحاولوا يسهروا الليالي ويوصلوا باش ياخذوا دبلوم ديال انجينيور او طبيب او دكتور في شي مساله، معاهم يمشيو قدام برلمان يغوتوا على دوك الناس، ماشي باش يوجدوا لهم عمل، لانه فرص العمل غادوك تقل. فغادي نضغطوا عليهم مثلا يحاولوا يوجدوا بعض الحلول، يعني راه ماشي بالضروره يديروا اعتصامات ويديروا ان خصنا الطريقه باش نقضيو على هذاك البشر، هذاك الفيرمين اللي كاين تما خصنا الطريقه باش نقضيو عليه، لان مادام انه تما راه ما غيتحلش المشكل، مادام ان هذاك تما راه ما غيتحلش المشكل. كيجي كيجلس تما وكيجلسوا يتحدوا، كاين اللي كينعس، راكم شفتوا بعض الصور، كاين اللي كينعس تما، كاين اللي هاد الناس راه ماشي هما اللي غيحلوا لكم المشكل ديالكم. وهاد الناس هادو في عمليه التصويت فين خصكم تحاربوهم ما يوصلوش لتما. غنحترم راسي منين بغيت نمشي نصوت، ولا احترمت راسي راه ما غنتبع ما نتشرى، غادي نصوت بالمفهوم ديالي وحسب البرنامج. ما عندهم برنامج ما عندنا ما نديرو بهم. فإخوان إلا كونا أسرة وحدة أونكادري بار لو ريسبي، راه المطور ما غتبقاش عنده بلاصة، الباندي ما غتبقاش عنده بلاصة، ما غتبقاش عنده البلاصة، لأن غتوليو أن بوفوار، أن تسونامي. يعني ملي غتحركوا غديو معاكم حجر وديور وطنوبيلات لان غتكونوا كيد وحده. كنحتارمك كتحتارمني، سالينا، عندي الحق في العيش، عندك الحق في العيش، بالكرامه بالكرامه، ما نخافش ما تخافش،
نعيشوا خوت في هذه البلاد هذه. فكيفاش غتكونوا هذا المجتمع هذا اللي هو انكادر بالاحترام؟ غنحيي الخوف، وغيسود النظام. ملي غتحيد الخوف غادي نبداو حنا كنخدمو، غيسود النظام، غتبدا لا كونستركسيون لا فابريكاسيون ديال لا كونسيونس ديال المغربي، الانسان المغربي. تخدم وسائل الميديا، الميديا خصها تخدم، ما تبقاش تخدم غير الأحزاب السياسية. الميديا ما خصهاش تخدم الأحزاب السياسية. المجتمع المغربي ماشي هو الأحزاب السياسية، المجتمع المغربي هو 40 مليون مواطن، ماشي 7 ديال الناس اللي يحاولوا يدوقوا على 2 و3 مليون ويربحوا لهم أصوات ديالهم ويوصلوهم تما. المجتمع المغربي هو 40 مليون، و40 مليون عنده الحق في العيش الكريم، وما يمكنش نعيشوا العيش الكريم إلى ما كوناش هذا المجتمع المحترم الذي يحترم ويتعايش فيه الناس اللي كتحترم وكتحترم. فرا ما يمكنش، غادي نخدموا على بناء المواطن في القسم، الناس اللي في صناعة البشر، الناس اللي في صناعة البشر خصها تنكب على هذه المسألة هذه وتلقى حلول، لأن راه استمرارية ديالنا إخوان، استمرارية ديالنا هذه. راه إذا ما صنعناش الطاجين ديالنا حنايا وصوبنا وحلقنا عليه راه يخرج عوج أو يخرج مشقوق، وبالتالي الزيت غيبقى يقطر فوق هذيك العافية وغتشعل العافية وغيتحرك كلشي وما ناكلو والو. راه إخوان إحنا اللي مسؤولين. فعلا كاين صعوبات، فعلا متفقين على هذه القضية هذي. الطبقة اللي عرفات وعاقت بأنها طبقة وكتحسب راسها من النقبة راه خصها تهبط، خصها تهبط وتفهم هذيك الروينة الأحزاب في البلاد وهذيك التخلويض وهذيك، راه ما عندنا ما نديرو بيه. خصكم تهبطوا عند الناس وتفهموهم، راه كل مواطن عنده الحق في العيش بالكرامة ديالو، حر كريم ما كيخافش في حدود اللي هو مقبول كتعاونو الدولة، والدولة راه ماشي هي ملك، حنا كلنا كنحكموا في هذيك البلاد هذيك وهو مسؤول علينا هو اللي كيضبط. وخصنا نزرعوا ديك الثقة بيننا وبين هذاك الملك. البنديرة ما عندهمش بلاصتهم تما اخوان. انا لا، انا ما كنعطيش دروس، تيرو مارك، ربما البعض من هادشي اللي كنقول غيكون بمثابة حل، ربما الا خديتوه وسقلتوه وصوبتوه وطويتوه وعطيتوه لشي واحد اخر اللي هو نيت راسو عامر ويقدر يقول لك لا هادي ما خصهاش تكون هكا، خصها تكون هكا، ونحاولوا نصنعوا تنخرجوا بواحد لو فروي يكون ديليسيو وناكلو كاملين المغاربه. نخليو واحد يقطع الواحد يدو، واحد يقطع الواحد ودنو، ومرأة يدوز عليها فلان بطونوبيل بغجها، ومرأة تكريسة هنا ومرأة فيولا هنا وهذيك المرأة ديال هذيك البلاد طحنتوها، ما بقاتش عندها قيمة في هذيك البلاد، بقاتش كتفكر ولات خايفة من المستقبل. وراها الإخوان مادام أن المرأة فهذيك البلاد خايفة من المستقبل راه ما توصلوا فين. فإخوان هذه الدردشة الأولى هذه
بس سمح لنا شوية، لأن ربما هذاك الكورسور على سلم يعني الإحساس بالأبارتونوس، بلو سنتيمون دابارتونوس لهذيك البلاد طالع شي شوية ربما. فراه هنا الإخوان، هنا والله ما خدمتو، والله لا كونتينيتي ديالكم تا غتعيش البؤس، وما أظن أنكم غتكونوا راضين على هاد القضية هادي. وحنا بدينا كنشوفوها في المجتمع ديالنا، ناس ما راضياش على مستقبل وليداتها، محروقة على مستقبل ديال ولادها. صافي عيقو، اللي كيبيع في الزنقة يعيق يفهم، اللي كيبيع في المحل يعيق يفهم، اللي فرملي طبيب بوليسي جدارم يعيقو. وعيقو راه حنا مغاربة ونديفلوبيو لو سونتيمون دابارتونونس لهذيك البلاد. على اي نستمع الاخوان، ولا تمتعنا، كنظن يعني هذا الشيء اللي كنتبادلو مع بعضياتنا عنده ان سونس، وكل واحد فينا ياخذ منه اللي خدا، ونحاولوا نسقوا من هنا ومن هنا ومن هنا، كل واحد يلصق طريف طريف، ونحاولوا ما نتسناو شي حاجه غطيح، نتسناو شي حاجه غطيح. الله عطانا سبحانه وتعالى المنطق، عطانا العقل، عطانا روح اللي ممكن تتعاون مع العقل، روح اللي ممكن تتعاون مع العقل، ماشي غتقيد العقل، التعاون مع العقل. إخوان كنظن إلى نطلب منكم واحد الطلب، إلى عجبتكم هاد الدردشة فمرحبا بكم، أو مباركو معنا في لاشين، راه غادي تشجعونا باش غنبداو نفكرو في شي مسائل أخرى، باش نبداو نصنعو شي طواجن زوينين لأي واحد داز من حدا هذاك الطاجين يتمنى يجي ياكل منه. والناس اللي غتكون حول هذاك الطاجين فغتكون فيار بانها كتاكل من هذاك الطاجين، وبالتالي غنوليو كل مجموعه كتصنع طويجين ديالها من برا وكتتحف المجموعه اللي حداها. راه كذا يا اخوان. اذا الى عجبتكم هاد الدردشه هادي فمرحبا بكم، اونباركيو معنا في هاد لاشين. ما بغيتوش اونباركيو في هاد لاشين باش ما يوصلكمش الجديد، لان ما عندكم ما ديروا بهاد الهضره هادي، حيت الا كنتي ابوني فاي جديد غادي يوصلك، راكم كتعرفوا هاد المساله هادي. بغيتي تبقى تسنت مره عجبتك غادي تلايكي، ما عجبتكش غتخلي لنا شي كومونتير اللي ممكن يفيدنا هذاك الكومونتير هذاك، باش نحاولوا دائما نجيب شي حاجه اخرى اللي كنقربوا عليكم. انا ماشي رجل سياسه، ما عنديش مع السياسه، وانما كنحاول بعض المرات ندير مارك هكا هذا. انا ما ضد حتى واحد، انا ضد الجهل، انا ضد الجهل، حيت الجهل راه مصيبه اخوان. ربما المره المقبله ان شاء الله وبحول الله ربما نطرقوا لهذا الموضوع هذا ديال الجهل. ف على هاد الكلمات الاخرين استودعكم، وكنتمنى تقضيوا وقت زوينين ان شاء الله وبحول الله، وتفكروا في هادشي اللي قلنا. والسلام عليكم، والى اللقاء ان شاء الله وبحول الله. السلام عليكم.